نعم غيره من الآداب والأخلاق الإسلامية. نعم أي نعم الأمانة. وإذا ضيعت الأمانة قال فانتظر الساعة. نعم ضد الأمانة الخيانة. كالمانينت أمانة كتفى كاماون مطارك اللبنان دم الرسول. قال النبي عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى من ائتمنك. يا الله ملك تنيا من بلوال أمانة أدرسو أمانة لطالب السو بلوال ولا تخن من خانك. يا شوده السوات شوده الحكام الآن زاري البوت بالسلطانك هل يمكن أن نأخذ من أموال الدولة؟ نعم كمنجست نحارت بدقبلن ما انسات انتلالن لأن بعض الناس يقول هؤلاء الحكام خانوا الأمانة. عندنا سواج بالسلطانك عاكتنات شو أمانات فتواليلن فماذا يصنع بعض الناس؟ إنك كذي تنستمي لاردن من يسر لاردن يسرق من أموال الدولة مثلا ك من كهاجة جنزو يسرق يختلس ينادك يتلف الممتلكات يسوي النبرات يعترف يكسر يخرب يسرع يا بلاش لماذا؟ لا من الناس يبان قال لأنهم هم خوان النذيه عقينات شويه. طب وانت الان انت اسمك يا ربنا مفسد في الارض بمدري يا بلا شهاده فلا بد ان نؤدي الامانه سلاذيه امانات شد للنادر سي قدي لنا وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل ما قال فخانهم لانه لا يمكن ان يوصف الله سبحانه وتعالى بها قال فامكن منهم نسوا بفلقوا وإن يريدوا خيانتك أنت المشوّد بفلقوا أنت الله سبحانه وتعالى كذيب استفيد أسمك أكثر برناس اللوالات جوان أنت الآن دخلت إلى هذه البلاد أنت كذيها قرقبا بعهد بقال كده أن تفي بعهد العهد الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنت ستقرى بملكة من أقر تعزاج ونحن بوانجل نقرات التعزز فمن ينادي اليوم زاريم التعطى بالخروج على الحكام ببالس التعلي سلام عوي سلام يكون دين وطع قتل الأبرياء نطوها النفس اللي قدال نيوي التفجير ما فندات المظاهرات سلام مظاهرات سلام عيسي السب على رؤوس المنابر كمين برلي وطوم السادة هل صنع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا هنا للسرعة سرطة وتعال هل صنع هذا الصحابة رضو الله عليهم صحاب وجهنا درجة فاطمة وتعال لا على دربه أول خروج في الإسلام متى كان مجمّر يا بسلمنا وسط مجمّر يا من يعرف أول خروج في الإسلام متى كان ما كانوا يجمّره كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم بنبيات كذي يجمّره خرج رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم عند سوية وطنا لنبيات بوالاتهم ذو الخويصرة سمو ذو الخويصرة يبالغ والكامة مالتنا وليه ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لنبيات شمبر ولا تشعر قال اعدل يا محمد عليه الصلاة والسلام أنت محمد فتح ناس أسفن كلمة حق يراد بها باطل إيكي قالاتو طرق قالات نبرت جنيا السببت ما تفكر من يتفلق قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بلواله يقول أنه لا يمكن يأتي خروج بالسيف بالسلاح إلا ولا بد أن يسبق بخروج باللسان كعلى سلطان موطات
አይገኝም መጀመሪያ በመላስ መዘለፍ መውጣት ነው የሚቀድመው ያን ተከትሎ አቅባ አካል ይወጣ واستدل بهذه القصه بقصه ذو الخويصره خرج بلسانه اول شيء ما سرج شوسين سيامطو መጀመሪያ ነብያችን እንዲህ አልጎ ተቃውሞ አሰማ አሉ وهي ولهذا اي انسان يريد يلتحق بالخوارج لابد له من مقابله شخصيه يقابله مقابله شخصيه نعم اختبار يعني ودا خوارجوج لتجا ويم لمساسل يفلق مثال من مساسلاتهم مجمريا جنينونت لم يعرف في المقابله الشخصيه يسال عن ماذا مجمريا سجناين ولد الاسلام من بلاندراو عن التوحيد سلا توحيد عن الشرك ويمثل الشرك عن الايمان ويمثل الايمان لو تقاوم لا 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 يسال عن ماذا لمن متيقوا هل تكفر الحكام كافر انت كفر عندك هل تكفر أمة الاسلام هل تكفر الحكام بعد سلطانك انت كفر عندك هلال هل تكفر أمة الاسلام يا اسلام ما يوت انت كفر عندك اذا كفر يا كفر غزي مقبول اسمع معي قال انا ومالي ومال الحكام ان انا بالا سلطان من اجناني بروم بيالو اندهونا ومالي ومال الائمه الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين يا دين ما يوچن من سلاوي وما كفراتو بروم بيالو اندهونا قالوا لا لابد تخرج اولا بلسانك لو خرجت بلسانك تخرج بسيفك بملاس مجمرا بالنص لا موطات አለብህ بملاس كوطاه በኋላ بسيف تكتلالله بيقولوا يروان قال لا لا استطيع ان اكفر ان يالك على كفراتهم قال سلام عليكم على كفراتهم قال سلام عليكم قالوا لا لا يمكن تدخل لا تخرج ماذا يقول اذا دخل لا يخرج يقتلوه لا يمكن يخرج بهذه السهوله والله الذي لا اله الا هو كجبا ايوطام طيب قلنا ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم نعم لا نبيات من على تزول خويشرا كلمه حق يراد بها باطل يا تشي تناغرات قالات حق نغغرنات واستجربوا اجل مدفوت حسبوا بعد اذا من طريقه الخوارج انهم يتكلموا بكلام حق يريد به باطل نسال الله عليه والسلام خوارجوج حق نغغر ظاهر يناغرالو واستجربوا اجل يتحسبوا مدفوت نغر يقول نريد اقامه العدل انيا من فلقوا فتنا استنبر لمن لا معك للنبي صلى الله عليه وسلم الذي ائتمن الله سبحانه وتعالى يقول له اعدل لنبينا انت هذه فتنا استقاكل ميلاتشو الله امان بلو اسكمتاتشو ويقول اليوم نريد نقيم الدولة الإسلامية بماذا بالتفجير والتخريب زارين يالوت نوت አባቻውنا فتهنا اسفن ይላሉ እንዲያው ያፈነዱ ለማት ያበላሽ ያጠፉ الان لو تاتينا فتوى في العقيده من الشيخ بن باز رحمه الله تعالى نقبلها او لا كشيخ بن باز عقيده لمتى نقبلها ويسا نقبلها نقبلها نعم نقبله لأنه إمام معروف بالتقوى والصلاح نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا أحن نقبله لإذ حمان تلك إمام نبرو بس تم أنه قول درس جن مطوع ومطوع لما لا تهيتشالهم ما ننقوم سوء كلابيو وجالة نحسابه بالخير للمنار طيب فتوى في الجهاد فتوى في الخروج على الحكام فتوى في المظاهرات فتوى في قتل الابرياء هذه لا نرجع فيها للشيخ بن باز اذا كنا نرجع اليه في العقيده فما بالنا في مسائل فقهيه ما نرجع اليه من باب اولى ان نرجع اليه عقيدات تقبلناتشو بفنداتا بسطوت بسلاماوي سلف بسطوت بتلاي نجر مظهر سلاماوي سلف عطوطولو بسطوت لمن ما نقبلاتشو بعقيده تقبلناتشو ثم ننظر
هل غضب هؤلاء لله أو لغير الله؟ دم وزيكو على يوانا في تقوطت لا الله بلونه النزيه ويس لا كالله لله هنا على ما لاتشو. على ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ نبيات شمبه الليل وينكو من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. يا الله ملكتنا يهونا بدل زدر زبات شو تبكلوا آيوكم يا الله سبحانه وتعالى يكلكلوا نقر كالتدفروا وكسوج. لو كنت تغضب لأجل الدنيا فأنت من أتباع الدنيا. لا دنيا كونه متقطع أنت دنيا صنع. وإذا كان الغضب والرضا لأجل الله هذه طريقة السلف الصالح. يمتقطع يمتودو لا الله كونه يسلف وجهك حتى أنت نائم.